بس سؤال، تفضل يعني لما دكتور. بتسمع انت شركه مدير عام شركه باخذ راتب 20,000 دينار بالشهر، نعم 20,000 دينار، نعم، غير المكافآت، غير السفرات، غير شمات الهواء، يعني هل انتم كمراقبة شركات لما تشوفوا راتب عالي زي هيك من خلال الـ الـ الأوراق والمستندات تقدم لكم كل سنة، لكم أي دور؟ حكيت دكتور ببداية الحديث، يعني مرات كنا احنا بنحلل كثير، بقول لك وبصدق بنحلل البيانات بكل أمانة بأدق تفاصيلها، إنما يقرب من 40 مالي داخل دائرة مراقبة الشركات، متخصص بهاي الامور، بنحللها بندرسها، يعني ان قلت لك انتم ما في نص حقيقه للاسف يساعد بهذا الموضوع، ممكن توجهوا له كتاب تتساءل كذا، بس انت بحكم انه ما في رقابه حما، يعني من خلال هاي الانظمه، من خلال قرارات مجالس الاداره غطيت حسب القانون، لانه قانون الشركات مش شاير لحد معين، حتى لو زاد عن المبلغ المقرر ما في حدا يخالف. كيف يعني ندرك انها مش يعني شغالة. لما رئيس مجلس اداره شركه بيشتري سياره ب 140 الف دينار له تصرف له، يعني موضوع في تبذير، في تعدي على حقوق المساهمين، راتبه 12 الف دينار، سفراته مش عارف يا 60-70 الف دينار. انا حكيت دكتور بوعدك يعني دور الجهات الرقابيه بالضبط، يعني كمان هدور بوعدك خلال القادم ان شاء الله، يعني اي شيء نقدر نعدله من ضمن هذا القانون القادم باذن الله يحاول يزيد الدور الرقابي وحدد هذه الامور، ان شاء الله ما راح نقصر فيه اطلاقا يوم ابدا ان شاء الله. كيف ترى دور تعزيز الرقابه على اعضاء مجلس الاداره، هؤلاء مجلس الاداره اللي بيتجاوز الحدود، انت كيف ترى كمحامي وكخبير في الشركات ان تعزز فعلا الرقابه الفعليه على هؤلاء اللي بيحط راتب 12 الف دينار وبيطلع مش عارف سفرات بمبلغ كذا، ويعني مبالغ مئات الالاف بيصرفها، كيف؟ هل لديك وجهة نظر من خلال اطلاعك، من خلال عملك، من خلال محاضراتك؟ هلا سيدي العزيز، وبالنسبة للقانون حتى لو أقرت الهيئة العامة وجميع المساهمين الميزانية، لا يعفي ذلك من المسؤولية لمجالس الإدارة إذا ارتكبوا أفعال نتج عنها أضرارا للشركة، حتى لو أقروها كامل الهيئة العامة لا يعفيهم من المسؤولية. إنما أنا بقول إنه في هناك نقصان في القانون من حيث الرقابة، يعني بالقانون الحالي. اقترح يا سيدي علينا أنت. الاقتراح اللي للأمام أن تكون هناك رقابة أو رقابة. يعني بدنا حلول. أن توكل أمور الرقابة إلى جهات معينة، ومن ضمنها مراقبة الشركات في إنهم هم يطلعوا على عملية وضع عملية الصرف الشهرية مثلا، أن تورد شهريا إلى مراقبة الشركات، وأن تكون هناك رقابة من هذه الجهة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة أيضا أنه يكون له دور، لأن هذه بمثابة أموال عامة. المحاسبة هو بدقق الشركات المملوكة بالحكومة لحد 50%، ضمن ال 50%، ضمن ال 50% بيقدر يطلع على هذه، وهو يعني قليل جدا، نعم. يعني يكون له اعتراف طبعا، نعم. بالإضافة إلى جهات يعزلها مثلا، اللي هي جهات رقابية بموجب قوانين حديثة، اللي هي مثلا قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 اللي وضع، يكون له دور بهالموضوع، لكن مش دور مباشر خلينا نقول في الرقابة، حتى ما يكون هناك عملية تنفير أو عملية رقابة شديدة بالقرار الإداري. ففي عدة جهات، أنا بقول مدام إنه ما في تعديل على القانون إحنا ما بنقدر نحكي بهذا الموضوع، إنما أنا بقول إنه يجب تتعدل بالقوانين، تطبق بالقوانين القوانين وبالسرعة الممكنة. إحنا الآن بالألسنة 2013 نعم طورت الأردن كثير في ضمن المجال الشركات وضمن المجال الاستثماري، وهذا يؤثر على عملية الاستثمار. نعم نعم. فيجب أن تعدل هذه القوانين حتى تحمي الاستثمارات. الحماية بالاستثمار ليس أني أنا أكتشف جرم ولا أنا أحمي شخص في عملية معينة، الحماية أنها تكون حماية من بداية التأسيس للشركات ومن بداية الاستثمار تتواكب هذه الموضوع. هذا هو عطوف تورهان بيك. نعم. يعني نصوص قانون الشركات في المواد من 152 ل 158 تتكلم عن مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة، بتتكلم عن المسؤولية التكافلية لأعضاء مجلس الإدارة. يعني كيف المسؤولية التكافلية لأعضاء مجلس الإدارة؟ يعني ممكن تفسر لي؟ نعم هلا، هو بس احنا زي ما حكيت في البداية، الأصل انه الهيئة العامة تنتخب مجلس إدارة. مجلس الإدارة مجرد انتخابه
وتحديد المسميات والنائب والرئيس والمفوضين هو وكيل عن الشركة ويمثلها لدى الغير. للعلم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة يسأل زي شركة التضامن. المجلس يسأل بالتكافل وبالتضامن عن أي التزام يترتب تجاه الغير. بس من يسألها؟ هذا السؤال. من الذي يسألها؟ هلا أنا مش مو شرط، أنا مش ممكن. هلا أنا عندي ذب، عندي مخالفات، القانون بيقول لي أنا بقدر أقيم أنا المواد 157 و 58 و 59 لي الحق أنا كمراقب ولأي مساهم وللغير أن أقيم دعوة وراها إذا دعوة ضرر. في مخالفة دعوة ضرر. يعني في خيارات حقيقة بالقانون. القانون فيه بالإيجابيات برضو لشيء كثير كمان حقيقة، وبيعطي صلاحيات للدور الرقابي حقيقة. يعني إذا قرار من القرارات الإدارية الناتجة عن مجلس الإدارة تسببت بضرر أثر على المساهمين، يستطيع أي مساهم أنه يتقدم مباشرة للمحكمة في قضاء دعوة عن عصر. لكن كيف يمكن إثبات واقع الضرر؟ يعني هو موضوع شائك أمام المحكمة، موضوع شائك. هلأ معلش، هلأ دكتور معلش، هي مسألة من جانبين. هلا ممكن مساهم يروح يقيم ما يجيني انا كمراقب شركة مباشرة يروح على المحكمة، استاذ وضاح كمحامي بعرف حضرتك طبعا، ممكن يقيم دعوة لدى المحكمة وهو يقدم الاثباتات ويقرر القضاء حسب الجرم ضمن القواعد العامة للضرر. انا ممكن الجا كمراقب شركات وعندي صلاحيات ادقق انا من خلال فريق خبرة من عندي، من خلال فريق خبرة من عندي، وهذا دور رقابي حقيقة موجود وعم بنطبقه. عندنا قلت لك عندنا حاليا عم نقوم ب شو الآلية اللي حتوصل حتى المساهم؟ بشكل فريق خبرة الذي وصل. أنا ممكن تصني معلومة طبعا حسب القانون من مجلس إدارة، من مدقق الحسابات، من أي عضو، من الرئيس، ممكن بناس مستقل ممكن يزودني بمعلومة. أنا عندي صلاحيات ألجأ للفريق تدقيق على هذه الشركة، إذا ثبت أنه فعلا اللي وصلني فيه هذا مضمون هذه الشكوى أنه تحقق حقيقي، انا عندي قلت لك صلاحيه احولها ابدا ما في اي مشكله. لا لا، ما هي الاليه حتى انتم كمراقبه شركات كجهه رقابيه تقبل الشكوى؟ يعني هل بيقدر مواطن يجي يشتكي عندكم؟ شوف في مكالمه معلش، في معنا مكالمه وبعديها بنكمل معك. اخ يوسف تفضل، انت على الهواء، كيف حالك؟ تفضل، اهلا وسهلا. يا سيدي احنا عندنا شركه ذات محدوده المسؤوليه واحنا اثنين والمدير العام هو حسب القانون يطلع 4 سنوات. ارفع صوتك شوي بالله إذا سمحت. المدير العام حسب القانون يطلع 4 سنوات. أيوه. والمدير العام مسافر. يعني مسافر بشكل مؤقت ولا مساكر؟ دائم. بشكل دائم. وقدمت شكوتين عند الشركات. ما تقدمتن؟ السنة بشهر 6 والعام بشهر 11. نعم بشهر 11. والسنة بشهر 18/6. طيب وقبلت عطوفة المدير الشركة. طيب شو سؤالك؟ شو تفضل؟ وعدني أن يحل المشكلة، فأما أنا أشرت السرية لأني أنا مهندس متضرر وهو عايش على اسمي. طيب يا سيدي أنا وعد من هذا المنبر مر عندي يوم الاثنين القادم وأنا بنظر لك موضوعك بكل اهتمام، ما بهملش أي حالة أبدا، مكتبي مفتوح للجميع. خليك معي يا سيدي، أنت ما تفهم، أنا جيتك وقابلتك. أنا قبل قديش قابلتني؟ قابلتك ب18/6. قبل 4 شهور 5 شهور. 4 شهور ومشيت معي وقلت هاي ملف وهذا مهتمين فيه ولا نتيجة. ولا على كل حال عطوفة المراقب قال لك تمر يوم الاثنين. مر عندي يوم الاثنين وعد إلى كل الاهتمام أبدا. تكرم ولا يهمك. الأخ صالح النابلسي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا عليكم السلام. تحياتي لك دكتور محمد وبارك الله فيك، ومن خلالك من سلم على عطوف الأستاذ برهان والأستاذ صلاح والضاح. حقيقة أخ دكتور نحن من المتضررين من شركة بيتنا، ويوجد لنا فلوس عندهم، ومن 5 سنوات لغاية الآن لا خبر عن هذه الشركة. سؤالي ما مصير الفلوس الموجودة في شركة بيتنا؟ والله يعطيك العافية وبارك الله. شكرا لك. طيب يعني هذه الشركة فعلا في متضررين كثير، وأنا بعرف حقيقة دكتور أنا طبعا. يعني أنا شكرا لك. طبعا بدي أحكي، أنا شكله واضح أن السؤالين بعدني. بكل أمانة يعني الشركات بجوز اللي صار المعروفة يعني تعثرن فترات معينة صار المكشوفة بكل الأردن، مكشوفة بيتنا للمتحد القابضة لأموال انفست 5-6 للميجامول. موضوع بيتنا يعني خليني أشير، قبل 3 شهور يمكن يدوب انتخبوا مجلس إدارة، تم تشكيل عليهم خلال العام الماضي
حل مجلس الإدارة وطبقت المادة 168 وتم حل مجلس إدارة هذه الشركة يعني استلمناها الدائرة ما يقرب من السنة، يمكن قبل 3 شهور تم انتخاب مجلس إدارة. وبكل صدق يعني عندي مؤشر من خلال إدارة الشركة اللي تم انتخابها جديدة ومن خلال لجنة الإدارة اللي كنت أتابعها معها بشكل مستمر كانت على إدارة شركة بيتنا. هلا تم الإعلان بالجريدة من قبل إدارة هذه الشركة عم بحاولوا يعملوا تسويات ومصالحات بين الناس حسب اللي معلوم عندي في لجنة التدقيق عليها الآن، مش من عنا، كلفت من جهات رسمية أخرى على بيتنا لتقدير موجوداتها. والمؤشر أنه في مؤشرات طيب أنه موجودات تمليحة لموجودات شركة بيتنا، والقادم بإذن الله راح يكون مليح إن شاء الله. وإدارة الشركة عم فعلا بتحاول تطلب، وأعلنوا بالجريدة أنا شفته حقيقة من قبل إدارة الشركة أنه تعالوا فاوضونا واحكموا أنا، هذا مؤشر إيجاب إن شاء الله من قبل إدارة شركة بيتنا يعني. شكرا. احنا في عندنا بأرقنا موضوع حقيقة، موضوع صغار المساهمين. ودائما صغار المساهمين بيشكوا يعني هذول كيف يعني، ما هي رؤيتك لحمايتهم، لحماية أقلية حاملي الأسهم؟ هي العبرة ليس بأنه يكون هناك أسهم قليلة ولا كثيرة. يعني القانون رسم حماية كاملة للشركة، كتعديل قانون كتعديل المساهمين. أما بالنسبة حتى نحميهم هذول الناس، هل حتى نحميهم مثلا إحنا حدد القانون بالقانون الحالي أنه يستطيع الاعتراض على مجلس إدارة أو على أي عضو من مجالس الإدارة ما نسبته 30%، يقللوا هذه القيمة النسبة مثلا خلوه 10%، يعني اللي يقدر الناس يتقدم بهذا الاعتراض. اثنين، آلية تفعيل آلية وجود لجان التدقيق، لجان التدقيق اللي هي تشكل من مراقبة الشركات. هذه الآلية يجب أن يكون فيها داخل مراقبة الشركات دائرة خاصة، مش أي موظف يعني هو هذه، لأن هذه آلية تحتاج إلى دقة. هم بيستعينوا عادة بمدققين حسابات خارج الدائرة يكون، نعم، وأحد أعضاء من الدائرة، والقانون لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك. السؤال إنما أنا بقول إنه لازم أن تخصص قسم خاص داخل الهاي من الكفؤ، من الموظفين الكفؤ المشهود لهم بالأمانة، المشهود لهم بالإخلاص، حتى يدققوا هذه الأمور. فإذا وجدوا من قبل أي شكوى من أي مساهم سواء صغير أو كبير بأن هناك خلل مادي ارتكبته الشركة، إدارة الشركة نتج عنه أضرار أو سوء إدارة، مباشرة من صلاحية مراقب الشركات أنه يتحول هذا الشخص أو الشركة إلى التصفية إلى النائب العام. لا، سؤال، نعم. 10% اللي بتقترحها، نعم. أن يقدم الشكوى إلى مراقب الشركات، نعم. الشكوى بتكون، لا، هم يقدموها ابتداء لمجلس الإدارة لعزل أي عضو، يعني 10% ممن الآن 10%. الآن 30% موجود، يعني ما نسبة صعب تجميعها، صعب يعني نسبة عالية، وقدموها للمجلس إذا ما دعا معطيهم المراقب مهلين، المراقب بدعي، بس بدك القرار يتأخذ بالاجتماع غير عادي، بدك نصاب، بدك نسبة 75% حتى يقدر يأخذ القرار العزل، لأنه جدول محضر الغير عادي. إذا لابد من تعديل القانون. هذه شو تقترح؟ يعني احنا كله ان شاء الله هذا من رعية، يعني هذا كله احنا ببالنا عدة امور بصدق مشان نساعد ونقوي الدور الرقابي لحماية صغار المساهمين. كل هذا راح يكون من ضمن الدراسات القادمة لموضوع القانون. بالإضافة إلى بس والله أفكار المواطنين تبخرت أستاذ برهان. إحنا بنعرف، أنا يعني أنا كنت أراجع دائما مراقبة الشركات بصراحة، هم على كفاءة عالية ومتعاونين جدا مع المواطنين بشكل كبير، لكن أموال المواطنين تبخرت من سوء إدارة هؤلاء الأعضاء مجلس الإدارة. بعض الشركات يعني أنت تعلم، يعني إحنا قلت لك إحنا ما عندنا قضاء دكتور. في ملفات دققت، والآن تعرف ملفات وين موجودة، يعني تدقق، يعني إذا في فعل جرم ارتكب وصل هذه الشركة لهذا الوضع، يعني بالنهاية القانون إن شاء الله راح يأخذ مجرى وينال من هذول الناس إن شاء الله. على كل حال معنا اتصال، بكمل معك. تفضل. ألو، أخ علي اقتشات، تفضل. نعم، مساء الخير. مساء النور. أنا المحامي اقتشات، ارفع صوتك. علي. المحامي علي اقتشات. نعم، السلام. بنمسي عليك دكتور وبنمسي على قلوبك. الله يسعدنا. اهلا وسهلا يا سيدي. انا بس